الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، امرأة طلقت من زوجها وما زالت في العدة، وهي ما زالت في العدة تقدم لها أحد الناس وللأسف خطبت. حكم الكلام ده إيه؟ الكلام ده هذا الكلام ده باطل، قولا واحد باطل. كيف لها أن تخطب لرجل وهي في عدة رجل آخر؟ وده من الجهل اللي أصبحت فيه الأمة، الجهل اللي أصبحت فيه الأمة. كيف لها أن تخطب وهي على ذمة رجل آخر؟ سواء بقى دي كانت الطلقة الأولى أو كانت الطلقة الثانية، أو حتى لو الطلقة الثالثة، حتى لو بعد الطلقة الثالثة برضو لها لسه، انتظر حتى تنتهي الطلقة الثالثة، وبعد حتى تنتهي عدة الطلقة الثالثة، وبعد ذلك تزوجي من تشائي. إنها تخطب وهي في العدة، خلي بالك، لو خطبت وهي في العدة وتزوجت وهي في العدة النكاح باطل قولا واحدا، ولو كان يعرفه فيعتبر ده هذا زنا، ويجب على ولي الأمر أن يفرق بينهم. كيف لها أن تخطب وهي في عدة رجل آخر؟ أسف من الجهل اللي بتعيشه الأم. خلاص، العدة بقى يا جماعة مختلفة، العدة ممكن تكون يعني مثلا عدة الحامل وضع حملها، ممكن دي مثلا طلقت وهي مثلا طلقتها في الشهر مثلا الثالث، يبقى لسه معاها 6 شهور. طب التي لا تحيض عدتها 3 شهور، التي تحيض عدتها 3 حيضات، وخلي بالك 3 حيضات مش 3 شهور، ركز في الحته دي. اللي بتحيض عدتها 3 حيضات، هنفترض ان الحيض يقطعها كل شهرين، يبقى اصبح 3 حيضات هيخشوا في 6 شهور. طب نفترض ان الحيض لا يأتيها الا كل 3 شهور، يبقى 3 حيضات 9 شهور. مش قضية 3 شهور، قضية 3 شهور للتي كبرت في السن، مثلا عمرها عندها 55 سنة، وال 55 سنة في الغالب هي تعمل حاجة دي. انا اقول لها عدتك قد ايه؟ 3 شهور. او امرأة بنت صغيرة لسه لم تحض اصلا، يعني لسه لم تحض، نقول لها عدتك 3 شهور. انما اللي بتحيض 3 حيضات، والحيضة بتختلف من امرأة ايه؟ من امرأة لاخرى. يبقى خلاص ما ينفعش. ده حتى لو كان متوفى عنها زوجها، خلاص، وطالما توفى عنها زوجها شكرا. العده كام؟ 4 شهور و10 ايام. نقول بقى لو متوفى عنها زوجها يجوز التصريح دون دون يجوز يجوز معلش يجوز ان يعرض يجوز التعريض دون التصريح معلش يجوز التعريض دون التصريح. واحده ماتت، وبعد ما ماتت مثلا بشهر، هي المفروض العده 4 أشهر و10، جاء واحد يعني رغب فيها وشايفها إنسانة كويسة وطيبة، قال والله لعل الله ييسر لي أمر الزواج بامرأة طيبة صالحة أقوم على تربية أبنائها، وبدأ يعني يعرض بيلمح يعني. يجوز التعريض دون التصريح، التعريض دون ما يصرح، ما يجيبلهاش كده لا أنا عايز بعد العيد، لا غلط. ده في مين بقى؟ في التي مات عنها زوجها. إنما امرأة طلقت الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، الطلقة الثالثة، لا يحل أن تخطب هي في العدة. ده يجوز، كلام باطل. بعد انتهاء العدة تختار ما تشاء. لو كانت الطلقة الأولى والثانية للزوج أن يراجعها أصلا، هي أصلا لسه. ده خلي بالك في حاجة مهمة جدا ممكن تبقى غايبة عن ناس كتير يا جماعة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مات وهي في العدة، لسه في العدة، هترثه. يقول لك يا عم ما ترثيش، لا ما فيش حد. ما افترضنا الراجل ده من اصحاب الملايين والاراضي وما شاء الله عنده، هترثه. وهي لو ماتت هو هيرثها، طالما دي الطلقة رجعية بينهم. وممكن واحدة بتقول لك مثلا الكلام ده مش هيحصل، لا بيحصل. هيفترض مثلا الراجل ده راجل ثري جدا ما شاء الله، وراح طلقها وهي في العدة، وبقدر الله ما يتعامل حاسة أو أي مشكلة وما هتسيب ولا ساعدول. أنا ليه مراث، أنا ليه زوجته، أنا لسه زوجته، أنا لسه في العدة. سعيدة تتكلم بعين تقول لسه في العدة، لسه على ذمته، لسه زوجته. طب دلوقتي على ذمته، ولما جيت عند إنك تتزوج براجل آخر قلت لي أنا اتطلقت، كلام لا يجوز قولا واحدا. الله أعلى وأعلم.